المرأة المسلمة يا أخواننا في الزمان السابق وفي القرون المضت ما كانت لقت حظ في التعليم زي المرأة في الليلة. والأستاذ محمود قال على أنه غير مسؤولة، عشان كده الرجل أخذ منها بعض الحقوق وبقى غايم عليها أو وصي عليها. والليلة قرت في الجامعة والثانوي وقرت فوق الجامعة وصارت مسؤولة وربما أكثر منه في بعض الأحيان، وبقت تؤدي أعماله في النهار وفي المساء، وطبعا بتتصل مع زملاء من الرجال. فأرجو من الأستاذ أن يوضح لنا كيف اتصالاتها مع الرجال ولبسها، وهل في الخلوة بينها وبين من معها من زملائها من الرجال هل شعوره كإنسان لا يرايدها، وهل معنى الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلى امرأة رجل ما اختلى اثنان إلا وكان الشيطان بينهما كما معنا إلا وكان الشيطان بينهما. فهل هذا الحديث الشريف أكيد؟ أرجو من الأستاذ أن يؤكد لي، وإن كان أكيدا هل هنالك أحاديث منسوخة كما في الآيات؟ وأن الأستاذ ذكر في آيات بتكون منسوخة لكن يجي تجديدة، وأرجو منه أن يوضح لي في نظر كيف يريد أن تكون المرأة المسلمة في هذا الزمان. صارت تمشي المكاتب والورش ولها حقوقها والدولة بقت ترعاها. أرجو من الأستاذ أن يوضح لي كيف يريدها أن تكون مسلمة على حسب رأيه. وفي الميراث، المرأة غير متساوية مع الرجل في الميراث. أرجو من الأستاذ أن يوضح لي من أين استندت المحاكم الشرعية في أنها تعطي الشقيقة نصف أخوها الشقيقة، شقيقة تديه نصف. وشكرا جزيلا. الوضع الحاضر، نحن ما قلنا ده وضع المسلمين، قلنا نحن في جاهلية، الكلام ده قلناه في محاضراتنا كلها. الوضع الحاضر هسه أنا هنا قلت ده ما الشريعة، ده ما الشريعة. لكن المرأة من جاهلية دي لما تكون في مستوى المعرفة اللي وصلتها، لما اشتعل في صدرها الدين والأخلاق، راح تكون قمة أكبر مما كانت المرأة اللي كانت بتدفن في الجاهلية حية. يعني نحن كجاهلية جاهليتنا دي أرقى من جاهلية العهد الأولاني. ما تقول نحن مسلمين هسع ونحن وضعنا ده وضع إسلام، لا، وضعنا ده وضع مفارقة للإسلام، لكنه عند ربنا حكمة فيه في أنه يرقينا بالعرف ده اللي زي ما قلنا قبلك، الناس ماشيين لي الله بالهدى والضلال. ما في أصل ضلال بيدخل في الوجود إلا بإرادة الله، وإرادة الله فيها حكمة. كأنما الناس بتهيئوا كمادة خامة ليشتعل فيهم الدين عندما يجي الدين، الدين غايب هسه، لكن الناس كمادة خامة مهيئين له، النساء كمادة خامة مهيئات له. الخلوة القائمة في الوقت الحاضر، مش بس الخلوة، حتى الاختلاط، الاختلاط ممنوع إلا لضرورة العمل، لكن ضرورة التعليم الشريعة ما بتديهم. فين المرأة مفروض عليها أن تتعلم الشريعة الدينة لتعمل على صحة، لأنه ما بيصح العمل بدون علم. علم العين في الشريعة تلقن من وراء حجاب، إذا بلقينا رجل أو تلقينا امرأة الشريعة جاي مع الحكاية دي. أما أن ترسل بنتك للجامعة لتتعلم في تعليم مختلط، سيب الخلوة بالأجنبي، الاختلاط مع الأجنبي ممنوع في الشريعة، لكن الشريعة شمسة غايبة. نحن هسا ما بنعيش على الشريعة ليه؟ لحكمة إلهية، هي أننا نحن نمشي بالحقيقة. المشوار ده لما تطلع شمس الشريعة من جديد بعد ما غابت، تطلع من جديد، بتطلع على مستوى كبير، بتفصل في مستوانا ده. المرأة المسلمة بتكون كيف؟ المرأة المسلمة بتكون صينة وعفيفة وقوية الخلق وقوية الشخصية بفضل ما أودع الله في قلبها من العفة ومن الطهر ومن النبل، مش بفضل الحجاب والباب المقفول. الله عايزة كده، الكمال في أن تكون المرأة عفيفة وصينة بدوافع من نفسها ومن دينها ومن رعايتها لواجبها، مش بخوف مني أنا وإنت،
من الأولياء في المرحلة عفته جاية من حفظنا نحن لها بفرض الحجاب عليها بمراقبته وبتخويفه، لكن ده مرحلة. الكمال أن تكون هي مسؤولة عن نفسها ثم هي عفيفة ونظيفة. ده الأمر اللي عايزه الدين اللي عايزه الله للنساء ومسير له. الحديث اللي بيمنع الخلوة رح يظل قائم، الحديث اللي بيمنع الخلوة رح يظل قائم بالأجنبي. بيكون التقدير متروك للفرد يعمل فيه شنو؟ يعني المرأة هي المسؤولة عن عفتها. إذا أنت تختلط أو ما تختلط، تختلي أو ما تختلي، نحن لنا بالنتيجة. إذا كانت مثلا أساءت التصرف في اختلاطها في القانون، ده الكلام القبل بنقوله، إذا أساءت التصرف في الاختلاط أو في الحجاب القانون يأخذها. وده دي القيمة الإنسانية. إذا أنا وإنت أسأل التصرف في سلوكنا بين النساء والرجال، القانون يأخذ الإنسان اللي بيسيء التصرف. ده مراد الدين.